رصدت صور الصفحة الرسمية للمطربة والمنشطة المغربية أمينة كرم نجمة طيور الجنة خطوتها في خلع الحجاب بشكل تدريجي لتفاجئ متابعيها وتحديث ضجة على السوشيال ميديا في الآونة الأخيرة. وكانت حالة كبيرة من الجدل قد احتاجت السوشيال ميديا بعد انتشار عدة صور لأمينة كرم نجمة قناة طيور الجنة والتي ظهرت فيها بدون حجاب. وتساءل مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي عن سبب ظهور أمينة كرم بدون حجاب في الصور المتداولة، متسائلين أيضا عن قيامها بتقديم أغاني عادية غير التي اعتادت على تقديمها. وبالوصول إلى الصفحة الرسمية لأمينة كرم تبين أنها قامت بخلع الحجاب بشكل تدريجي، حيث كانت تظهر في عدة صور قبل أشهر بجزء من شعرها وجزء آخر مغطى بالحجاب. وقامت أمينة كرم بخلع الحجاب بشكل نهائي قبل شهر، وبالتحديد في أول أكتوبر الماضي، لكن لم يلتفت لها الكثيرون إلا مع تداول صورها بكثافة خلال الفترة الماضية. يذكر أن أمينة كرم وهي منشدة مطربة مغربية حائزة على أجمل صوت طفولي في العالم العربي عام 2013 ببرنامج المواهب صوت كينز على قناة طيور الجنة الفضائية المخصصة للأطفال. وإليكم بعض الصور الملتقطة، وشكرا.